نشرت شركة أمريكية فرصة عمل أعلنت فيها عن حاجتها لموظف يشغل مهمة تجربة وتدخين أنواع متعددة من الحشيش وتحضير تقارير منتظمة يبدي فيها رأيه بالمنتج دون تحيز ليطلع عليها المستهلكون ويتعرفوا على منتجات الشركة. هذا ووضعت الشركة شروطاً لمن يرغب بالتقدم إلى الوظيفة، من بينها أن يكون من مدخني الحشيش وألا يقل عن عمر 18 عاماً. أما المزايا فهي متعددة، منها العمل من المنزل والحصول على راتب يبلغ 3000 دولار شهرياً.